احنا مسوين تقرير مع هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، زميلنا بدر العجمي مسويه، خلونا نشوف التقرير يا اخوان. السحر والشعوذة آفة العصر، فتكت بالمجتمعات وشتتت شمل أسر بريئة، وقعت في فخ ألاعيب المشعوذين. السيدات هن النسبة الأكبر في المجتمع السعودي حسب دراسة ميدانية بينت أن 20% منهن يستخدمون سحر العطف للربط والتعليق، في المقابل 18% يستخدمون السحر الصرفي للتفريق. في السجن يقبع العديد من السحرة والمشعوذين رغم نكرانهم ممارسة السحر. خلي يكون في دليل واحد في الألف، واحد في الألف على أني ساحر. أنا أساسا مهنتي ميكانيكي وكهربائي. قضيتي تستر في قضية السحر والشعوذة. أنت ما أنت ساحر؟ ما أنا ساحر، أنا لست بساحر ولا مشعوذ ولا أدري شيئا عن السحر والشعوذة، ولا نعرف ايش حتى حكمها. ما هو حكم السعوديه، هذا حكم رب العالمين. حكم رب العالمين، احنا حكم بدو. رب العالمين. انا اقول لك بدو. السحر مو حرام. حرام. طيب. ومكروه لا مو مكروه. لا حرام. حرام. حرام مره ومشرك من تبعه. وحدة مكافحة السحر التابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رافقناها في مهمة رسمية، حيث أعددنا كمينا لساحر وقت تسليمه العمل لسيدة. اي جا جا جا. أنا أبو عمر. كيف الحالة؟ شوف هذه ثلاثة بخور. ثلاثة. بشكل كبسولة، هذه تحطينا مثلا اليوم بكرة وبعد بكرة ثلاثة أيام. طيب. تحرقينا في البيت. ترى بوجهك الحين. خلي هدي لا يجي. لا يجي. يلا أطلع أنا. رغم محاولاته للهرب، لكن رجال الحسبة كانوا له بالمصاد فتمكنوا منه. طالها قالت لي بس سوي له حجاب وسوي له بخور. بعطيك 10,000. علشان زوجها تزوج عليها وراح. لا مش كذا، بقول لي زوجي مسحور هي بتقول. استمرت محاولاتنا للنيل من ساحر آخر. اصطحبت سيدة لتستلم العمل من هذا الساحر. ممتاز هو وش انت قلت لي الحين واقفه مع الموزين قلت لي هذا اقرب بقالك هذا بيت هذا بلد طيب هذا قدام ورا يدوري ثلاثة يوم انا ضبطت الفحش يجيب واحد الان دخل الخدمه اتجاه تركيا الاول ولكن لحظات بسيطة وتم القبض عليه بالجرم المشهود. هذا بوليس سير انا وقتي لطيف سير. انت ايش يعطي حرمة قبل شوي؟ ما يعطي شيء سير. انا في ورقة يعطي موجود سوى حرمة. قطعة. كلمهم طلالنا اعطونا الغرض. يلا. شرار النفوس غالبا ما تقع اخيرا، وبين الخير والشر خيط رفيع. وها هو قطع. والله يقول مشر النفاثات في العقد. ولا يفلح الساحر حيث أتى. بدر العجمي، 8 NBC، الرياض.